السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا بسأل عن حكم، أنا حكم شغلي شغال في مجال الميديا أو الإعلان، اللي هو شغل الفيديوهات الإعلانية وهكذا. العميل بيجي يشترط عليا في شغل الفيديوهات أو الموشن جرافيك وهكذا، بيقول لي من ضمن شروط العمل انك تضع خلفية موسيقى بصوت منخفض عن التعليق الصوتي. والله يا أخي الكريم، أي شيء فيه شبهة ابتعد عنه، وقد قال ربي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أي شيء فيه شبهة ابتعد عنه. يعني هو الموضوع الموسيقى فيه شبهة طبعا، أقل حاجة أقل ما يقال. الله يسلمك.